نفس الملف هنروح بيه أسيوط. اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط كرم فريق أطفال بلا مأوى بالمحافظة، وده كان تقديرا لجهودهم في حماية المواطنين بلا مأوى من كبار السن وأيضا الأطفال. المحافظ أشاد بجهود الفريق في تقديم الحماية والرعاية للمواطنين بلا مأوى سواء من كبار السن أو الأطفال. معايا على التليفون لواء جمال نور الدين محافظ أسيوط. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني الحقيقة في مجهود مبذول من الفريق وحضرتك قمت بتكريمه، لفتة يعني هايلة من حضرتك، يعني تشجيع منك لهم. هو الحقيقة الفريق بيقوم بجهد مشكور وقوي جدا وفعال في التعرف على المشردين اللي في الشوارع والأطفال خاصة. نعم. وإحنا عندنا الحقيقة في المحافظة في 3 دور للرعاية للأطفال أو للمسنين وتأهيلهم نفسيا، إلا إنه برضو بيحتاجوا إن هم يعني جهد في مش نقلهم، إقناعهم بالانتقال. نعم. الحقيقة الكبار السن بالذات بياخدوا توقيت منهم وهم بيتعاملوا معاهم برفق ولين لغاية ما ينقلوهم، يعني وفي توقيتات مختلفة على مدار النهار والمساء. أي تليفون بيتلقوه بيتحرك فريق على طول بيروح يتعامل مع الحالة في موقعها وبينقلها لدار الرعاية المناسبة. فالحقيقة هم أنا بعتبرهم أبطال في الفترة اللي فاتت دي ومنفذين للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. هم الحقيقة احنا في الفترة اللي فاتت دي تعاملوا مع حوالي 52 حالة وتم ايداعهم في قلب دور الرعاية. تمام يا فندم، بس يعني واضح انه هيبقى في فرق في الشوارع، ان هم مش موجودين بعد ما كانوا بيبقوا نايمين على الأرصفة ومتسولين، هيبقى في فرق ان هم مش موجودين في أسيوط. طبعا في فرق كبير. هم بدأ طبعا يبان الفرق. ابتدى يبان والناس ابتدت تحس، لان هي كمان الناس اللي بتخطر عن تواجد، يعني هم بينزلوا يمروا في الشوارع، لكن الاغلب البلاغات بناخدها من المواطنين اللي بيلاحظوا تواجد طفل او تواجد سيده مسنه او رجل كبير في مواقع مختلفه سواء ميادين سواء شوارع. بيوجد لهم اللي ما بيحاولش يقتنع بنحاول نوجد له غطاء ونحاول نشوف اهله، نحاول نتفاعل معاهم وخاصة الأطفال لأن غالبيتهم بتبقى وراهم مآسي اجتماعية الحقيقة، فنحاول نوصل لأهله ونتعامل معاه، إن ما كانش بناخده على دور رعاية وبنتفاعل معاه. حقيقة أنا بشكرهم للمرة الثانية بالرغم إن أنا شكرتهم في اجتماع المواطنين امبارح، لكن أنا بشكرهم للمرة الثانية لأنهم أبطال. سيادة اللواء، يعني هل دور الرعاية عند حضرتك في أسيوط كافية علشان يضم كل هذه الأعداد اللي هيتم جمعها؟ هو حتى الآن الحمد لله إنها كافية لأن إحنا عندنا 3 دور متنوعة، لكن أعتقد إن إحنا لو قعدنا نتفاعل مع بقية المدن والقرى قد يبقى العدد هيبقى أقل، وعشان كده إحنا بنحاول إن إحنا نعمل دور رعاية في مواقع أخرى، في واحد في الشمال وواحد في الجنوب. نعم. ده اللي ابتدينا فيه فعليا. لفتة كريمة من حضرتك يا فندم تكرمهم، وبتمنى لحضرتك كل التوفيق. بشكرك. أشكرك يا فندم، سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.